أحيي حضراتكم من دار الأوبرا المصرية عرس سينمائي مصري جديد هو الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تسابق النجوم والنجمات على الظهور في أفضل لوك على الريد كاربت في حفل الافتتاح من المكرمين النجمة الشابة منى شلبي. فخورة جدا انا بكرم من مهرجان من اهم مهرجانات الوطن العربي تاج على راسي من زمايلي بوكايين مخصوص. من المكرمين ايضا المخرج السينمائي الكبير شريف عرفة. كل الجمهور في الوطن العربي فرحان بتكريمك ده جدا تستحقه واكتر كمان. في الممر جيت كضيف شرف هو ما كان شايف حد غيري في الدور. وفي حفل الختام تم توزيع الجوائز. جائزة أحسن أداء تمثيلي تذهب إلى علي الثامر عن فيلم شارع حيفا. لكل الشباب العراقيين لشهداء الناصرية والنجف وكربلاء. فيلم أبناء الدنمارك للمخرج علاوي سليم. أنا من عراق بس مولود بالدنمارك. ماتروشكا عنوان الفيلم السينمائي الجديد يحكي قصة أربع فتيات روسيات. كانت فكرة حلوة إنك تعمل عمل مشترك، هما بجد حبوا مصر. عشنا باشا. لما جه الفريق الروسي عنده فكان بيحاول إن هو يتعامل معاه بشكل عجيب كده بشكل فانتازي. إذا لو حكيت لك عنها وعن حلاوتها وجمالها. الأغنية نقدر نقول عليها وطنية بس بخفة الدم. بلوني. دراما الشباب عنوان الندوة التي أقامها مجلس الإعلاميين الدوليين. قام المجلس بتكريم برنامج هوليود الشرق. الإعلامي الكبير محمد مشوار طويل مع الفن يقول كم سنة تقريبا؟ بقالي 17 سنة دلوقتي 19 سنة. 19 ما تأخرتش أول ما عرفت المجلس إن هم عاملين لي تكريم. سعيد إن أنا شفتك بعد غيبة طويلة يعني سنين مش كده؟ أكدوا على كلمة غيبة طويلة دي عشان بتطنشني خالص.